مشاهدينا الأعزاء، ساعة أخبارية جديدة نقدمها لحضراتكم من تلفزيون حضرموت ونستهلها بأبرز العناوين. الرئيس رشاد العليمي يدعو إلى دور عربي فاعل لمناصرة الشعب اليمني ومواجهة التحديات. رئيس الوزراء يتفقد عددا من المصانع والمؤسسات والهيئات الزراعية والسمكية في عدن. وزير التربية يتفقد نشاط مركز البحوث ووحدة البرامج واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم. ومن الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. زار فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي مجلس النواب المصري في ثاني أيام زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة. وكان رئيس مجلس النواب المصري الدكتور حنفي الجبالي في استقبال فخامة الرئيس والوفد المرافق له من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة وعثمان مجلي. وخلال الزيارة أشاد فخامة الرئيس رشاد العليمي بالتجربة الديمقراطية المصرية الرائدة وأعرب عن سعادته بزيارة مجلس النواب المصري كمنارة للحوار وصرح تشريعي عريق في المنطقة. وأشار فخامة الرئيس إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه البرلمانيون المصريون في دعم القضية اليمنية العادلة، مذكرا بموقف مصر التاريخي إلى جانب الشعب اليمني ونظامه الجمهوري عندما كان التجهيل والخرافة والفقر والاستبداد سلاح النظام الإمامي لكبح التحاق اليمن بعصر الدولة والمواطنة المتساوية. وأكد رئيس التزامه وإخوانه في مجلس القيادة الرئاسي بالوقوف أمام المشروع الإيراني الفارسي التوسعي في المنطقة، محذرا البلدان العربية من ويلات هذا المشروع التخريبي. وتحدث عدد من رؤساء اللجان البرلمانية المصرية الذين أكدوا إبقاء القضية اليمنية في صدارة أعمال المجلس ومناصرتها في المحافل الإقليمية والدولية. دعا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى دور عربي فاعل من أجل مواجهة التحديات المحدقة بالأمة، وفي المقدمة أهمية نصرة الشعب اليمني وحقه في استعادة دولته وإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني. وأشاد فخامة الرئيس في جلسة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين بدور الجامعة وموقفها الموحد إلى جانب اليمن وقضاياه العادلة، وأعرب عن ثقته بمواصلة هذا الدور الرائد للجامعة في مناصرة ودعم الشعب اليمني بالتنسيق مع الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي كان لهم أعظم الأثر في منع انهيار الدولة وصمود الجبهة المقاومة للنفوذ الإيراني في اليمن والمنطقة. وأكد الرئيس خلال الجلسة المراسمية التي عقدت بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وعضوي مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي وسلطان العرادة والأمناء المساعدين في الجامعة، أكد أهمية دور المنظمات والهيئات الإقليمية وفي المقدمة جامعة الدول العربية ومجلس التعاون والاعتماد عليها في صناعة السلام والدفاع عن مصالح شعوبنا جنبا إلى جنب مع منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. تفقد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك عددا من المصانع والمؤسسات والهيئات الزراعية والسمكية في العاصمة المؤقتة عدن، واطلع على سير العمل فيها وأنشطتها الانتاجية والخدمية لتعزيز أداء القطاع الزراعي والسمكي ضمن جهود الدولة لرفع مستوى الأمن الغذائي. وشملت جولة رئيس الوزراء مصنع الجيبونيات التابع للمؤسسة العامة للخدمات الزراعية والذي ينتج السياجات الشبكية، ووجه بالعمل على توسيع نشاط المصنع، كما زار أيضا المؤسسة العامة للخدمات الزراعية واطلع على دورها في تلبية احتياجات الإنتاج الزراعي من توفير آلات والإشراف على استيراد الأسمدة والبذور والتصدير وغيرها. وشدد رئيس الوزراء على إعداد آلية تنفيذية لتطوير عمل المؤسسة وتفعيل دورها في تقديم التسهيلات والإرشاد الزراعي والإنتاجي والتسويقي للمزارعين، مؤكدا على مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمعي لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيض فاتورة الاستيراد. واختتم رئيس الوزراء جولته الميدانية بتفقد ميناء الاصطياد السمكي الواقع في منطقة حجيف
وأكد دعم الحكومة لجهود وزارة الزراعة والثروة السمكية لإعادة نشاط ميناء الاصطياد السمكي والاطلاع بخدماته في استقبال السفن السمكية وعمليات الشحن والتفريغ وصيانة معدات الاصطياد. رأس رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا بقيادة وزارة الزراعة والري والثروة السمكية للوقوف أمام تحديات الأمن الغذائي وما تقوم به الوزارة من جهود لتنفيذ رؤية الحكومة في استنهاض القدرات والإمكانات الذاتية لرفع مستوى الأمن الغذائي. وجدد دكتور معين عبد الملك التأكيد على أن موضوع الأمن الغذائي يحتل أولوية قصوى للحكومة باعتباره أحد التحديات الرئيسة التي تواجه اليمن، خاصة مع زيادة أسعار السلع الغذائية عالميا، وستقدم كل الدعم الممكن للعاملين في القطاع الزراعي والسمكي للاستجابة للتحديات القائمة في هذا الجانب. ولفت إلى التحديات الكبيرة التي تواجه القطاعين الزراعي والسمكي باعتبارهما من أكثر القطاعات التي تضررت جراء حرب ماليزيا الحوثية الانقلابية وكذا التغير المناخي، مبينا أن إسهام القطاعين الزراعي والسمكي في الناتج القومي الإجمالي يأتي بعد النفط والأول في تشغيل الأيدي العاملة وفي رفض الاقتصاد بالعملة الصعبة بعد النفط وحوالات المغتربين. وتطرق رئيس الوزراء إلى الإمكانات الواعدة للقطاع الزراعي والسمكي وضرورة إلائهما العناية القصوى، خاصة مع الأزمة العالمية في سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار. تفقد وزير التربية والتعليم طارق العكبري بالعاصمة المؤقتة عدن مركز البحوث والتطوير التربوي ووحدة البرامج واللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة ضمن جولة ميدانية لتفقد سير الإدارات والأجهزة التربوية والتعليمية. واطلع الوزير العكبري على تجهيزات المركز وما يمثله من ركيزة أساسية ومهمة لتقديم الدراسات لآليات تطوير المناهج والعمل التربوي بصورة عامة، مستمعا من رئيس المركز الدكتور عبدو غالب العديني إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل في ظل الظروف الراهنة، موضحا أن المركز أنجز 4 بحوث تربوية جميعها في التعليم الأساسي. كما تفقد وزير التربية وحدة البرامج التابعة للوزارة وتعرف على آليات تطوير البرامج خلال المدة المقبلة ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج التربوية والتعليمية مع الجهات المانحة. وفي سياق متصل زار الوزير العكبري اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة واطلع على نشاط اللجنة وخططها خلال المرحلة القادمة، خاصة فيما يتعلق برفع أداء الكادر وبناء الهيكل الوظيفي والعمل على المشاريع التي كلفت بها اللجنة الوطنية أو اقترحتها سابقا. ناقش وزير الشباب والرياضة نايف البكري مع قيادة اتحاد طلاب جامعة عدن تفعيل النشاط الرياضي والشبابي وقضايا الطلاب في الجامعة. وخلال اللقاء الذي عقد في ديوان الوزارة أشاد الوزير البكري بالاتحاد ودوره في تبني قضايا الشباب والطلاب، مؤكدا أن الوزارة تولي الشباب اهتماما كبيرا ومنهم الشباب الجامعي في عدن المنارة ومنبع التنوير. وقال إن الوزارة مستعدة لرعاية ودعم الأنشطة الرياضية الجامعية المختلفة للشباب والفتيات، بالإضافة إلى دعم الفعاليات الإبداعية من خلال أسبوع الطالب الجامعي. ووجه الوزير بفتح الملاعب والصالات الرياضية أمام شباب الجامعة لممارسة أنشطتهم بانتظام واستمرارية. بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور علي بجاش مع مساعد وزير الخارجية المدير العام لإدارة الشرق الأوسط وإفريقيا في الخارجية اليابانية السفير كانسو كاناجوكا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع في اليمن. واستعرض بجاش مستجدات الأوضاع السياسية في اليمن مثمنا دعم اليابان لمجلس القيادة الرئاسي، ومؤكدا أن المجلس يعمل بكل طاقته لإحلال السلام في اليمن عبر دعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، لافتا إلى التنازلات التي قدمتها الحكومة في سبيل إنجاح اتفاق الهدنة على الرغم من كل المعوقات التي وضعتها الميليشيات الحوثية وعدم التزامها في تنفيذ بنود اتفاق الهدنة برفع الحصار عن محافظة تعز وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يشهدها أبناء هذه المحافظة وضرورة تخصيص رسوم الشحنات النفطية الواردة لميناء الحديدة لسداد رواتب الموظفين. كما تطرق بجاش إلى الأزمة الغذائية التي يشهدها العالم وانعكاس ذلك على الوضع الغذائي في اليمن
مطالبا الجانب الياباني بتقديم المزيد من المساعدات التنموية والإنسانية والخدمية لليمن في هذا الشأن. التقى وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش العلي وفدا أوروبيا مكونا من نائب سفير فرنسا ورئيس قسم التعاون في سفارة ألمانيا لدى اليمن وممثلين عن برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الفاو والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بحضور وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين سعيد بارزيك والمدير العام لمكتب وزارة الخارجية السفير سالم أحمد بالفقيه. وفي اللقاء ناقش الوكيل الأول مع الوفد أوضاع المحافظة واحتياجاتها في مختلف القطاعات وأبرز التدخلات المطلوبة والعمل على تعزيز وتطوير مؤسسات الدولة وتقويتها. وتناول اللقاء أهمية دعم القطاعين الزراعي والسمكي بالوسائل والأدوات بالإضافة إلى الاهتمام ببناء السدود ودعم القطاع الأمني للقيام بدوره في مواجهة الجريمة بمختلف أشكالها وخاصة في مكافحة التهريب والمخدرات. وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية استدامة المشاريع الممولة من المنظمات الدولية وربط المنظمات المانحة بالمختصين في مختلف القطاعات. تبادل وكيل محافظة شبوة أحمد صالح الدغاري مع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري سبل التعاون المشترك بين محافظة شبوة ومديريات الوادي والصحراء بما يسهم في التنمية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. ورحب وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري بوكيل شبوة أحمد الدغاري على هذه الزيارة الأخوية للتعرف على أبرز سبل الخدمات والمشاريع التنموية التي نفذتها السلطة لمديريات وادي حضرموت في مختلف المجالات. وأشاد الدغاري بالأعمال والأنشطة كافة التي تقوم بها السلطات في مديريات وادي حضرموت مؤكدا ضرورة تنسيق كل الجهود لحفظ الأمن وسلامة المجتمع من أي محاولات تسعى إلى الفوضى في ظل ما تشهده البلاد من أحداث. اطلع وكيل وادي حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثير على التحضيرات الجارية لإقامة الحملة المجانية لمكافحة العمى بوادي حضرموت الذي تقيمه مؤسسة البصل الخيرية العالمية وبتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. واستمع الوكيل الكثيري من مدير هيئة مستشفى سيئون الدكتور أنيس عيديد إلى شرح حول أبرز الأعمال التي سيتم تنفيذها خلال الحملة المجانية وذلك من خلال فحص النظر والمعاينة وتنفيذ العمليات للمياه البيضاء وزراعة العدسات مستخدما جهاز الفاكو. وأوضح عيديد أن الحملة ستبدأ من تاريخ 22 وحتى 25 من يونيو من العام الحالي حيث يتم تسجيل الحالات المستهدفة في عيادة العيون بهيئة مستشفى سيئون وقت الدوام الرسمي خلال أيام الأحد والثلاثاء والخميس. تسلم رئيس محكمة استئناف حضرموت فضيلة القاضي هاشم عبد الله الجفري بمقر المحكمة من الموظفين الجدد درع الشكر والعرفان نظير الجهود التي بذلها منذ صدور قرار وزير العدل بشأن توظيف أكثر من 150 بمحكمة الاستئناف. وخلال مراسم التكريم هنى القاضي الجفري الموظفين الجدد بمناسبة حصولهم على وظائف لافتا إلى أن هذه الخانات الوظيفية ستخفف عن السلطة المحلية أعباء تحملها لأجور التعاقدات حاثا إياهم على الالتزام بالانضباط الوظيفي وتنفيذ المهام كلا حسب تخصصه. وأشار إلى أن هذه الخانات الوظيفية ستحقق للمحكمة اكتفاء ذاتيا لعدة سنوات منوها بدور الشباب وطاقاتهم وإبداعاتهم الأمر الذي سيؤدي إلى رفع وتيرة العمل وسيحسن مستوى الأداء في الجوانب كافة. وألقى علي العطاس نيابة عن الموظفين الجدد كلمة أعرب فيها عن عظيم شكره وامتنانه لقيادة محكمة استئناف حضرموت ولجميع من كان له دور في استخراج الوظائف. وشمل التكريم أيضا المدير العام لمحكمة استئناف حضرموت الأستاذ حسين العيدروس وعددا من مديري الإدارات ومندوب المحكمة بوزارة العدل. أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي للإسهام في مواجهة التهديد القائم من ناقلة النفط صافر الراسية في ساحل البحر الأحمر شمال مدينة الحديدة. وجاء في البيان أن المملكة حذرت في أكثر من مناسبة أنه في حال تسرب النفط من ناقلة صافر التي تحتوي على أكثر من 1,000,000 برميل ولم تتم صيانتها منذ عام 2015 سيشهد العالم أكبر كارثة بيئية تهدد الحياة تحت الماء
والثروة السمكية والتنوع البيولوجي جراء التسرب النفطي. كما أشار البيان إلى أنه جرى خلال ذكرى يوم الأمم المتحدة العالمي للمحيطات في 8 يونيو تسليط الضوء على ضرورة تنشيط العمل الجماعي لحماية المحيطات، حيث تعد المحيطات أحد المصادر الرئيسة للغذاء والحليف الأكبر في مواجهة التغير المناخي. وتتابع المملكة المستجدات الدولية بهذا الخصوص في إطار الاهتمام بالحفاظ على أهم الموارد والأنظمة البيئية البحرية. تسود مدن ساحل حضرموت أجواء صحوة بوجه عام مع غيوم متفرقة ورياح معتدلة إلى نشطة السرعة على فترات، ودرجات الحرارة حارة نهارا إلى معتدلة ليلا. وفي أرياف الساحل والهضبة الجنوبية أجواء صحوة بوجه عام ورياح هادئة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة حارة نهارا إلى معتدلة ليلا. فيما تشهد مناطق وادي وصحراء حضرموت والهضبة الشمالية أجواء صحوة مع عوالق ترابية خفيفة ورياح معتدلة إلى نشطة السرعة على فترات، ودرجات الحرارة شديدة الحرارة نهارا إلى معتدلة نسبيا ليلا. والآن إلى حالة الطقس. نهاية النشرة مشاهدينا الأعزاء، هنا تذكير بأبرز الأنباء. الرئيس رشاد العليمي يدعو إلى دور عربي فاعل لمناصرة الشعب اليمني ومواجهة التحديات. رئيس الوزراء يتفقد عددا من المصانع والمؤسسات والهيئات الزراعية والسمكية في عدن. وزير التربية يتفقد نشاط مركز البحوث ووحدة البرامج واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم. ولمتابعة نشراتنا الأخبارية يرجى زيارة مواقعنا على وسائل التواصل الاجتماعي تلفزيون حضرموت. أشكركم على حسن المشاهدة. دمتم في حفظ الله ورعايته.